السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. بعد القطيعة جواد قنانة ودنيا باطمة يتصالحان، إليكم التفاصيل. ضجت صفحات عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام بمقطع فيديو يجمع خبير المكياج جواد قنانة والفنانة المغربية دنيا باطمة في أول لقاء لهما بعد القطيعة التي دامت لسنوات. خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.